يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا في الحياة الزوجية. اتكلمنا عن حاجة ما هياش سهل ان الناس تتجاوز فيها وتصارح نفسها بيها. اتكلمنا على الناس اللي شايفين ان هم ليهم حق ان هم يعملوا حاجات يكملوا بيهم صورة الجواز اللي هم رسموها لنفسهم، وهم في الحقيقة بيخدعوا نفسهم. عارفين ليه؟ لان الجواز بيكون على حسب اقبالك على الله، بيكون بحسب امانتك، بيكون بحسب كمان اخلاقك. احنا ليه حاطين الجواز في حته والاخلاق في حته؟ الجواز على فكره هيحلو لما انت تكون انت عايز تعيش بالاخلاق الحسنه ومكارم الاخلاق. اخلاق الجواز هيتسع لما تعيش انت كمان بمكارم الاخلاق ومحاسن الاخلاق. الاحسان بيوزع على الجواز. الاكتفاء والاستغناء بالله سبحانه وتعالى بيوسع على الجواز. ما تفتحوش على نفسكم ابواب في الحقيقه هتستهلك قلوبكم وتستهلك علاقتكم بالله وتحطكم في خطر. خليكم دايما متمسكين بامان الله. امان الله دايما مع حسن الخلق. بلاش فكره التعويض الزواجي. ما فيش حاجه اسمها تعويض. عارف ليه؟ لان ساعه ما الوقت اللي انت بتحاول تعوض بيه حياتك الزوجيه وتكمل النقص في حياتك الزوجيه، لو كنت رحت واستثمرت ده في حياتك كان ربنا هيفتح عليك بمدد كبير قوي. اللي بره الجواز مقطوع، واللي جوه الجواز موصول. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره قبح وضاق واستهلك ثم أصاب العبد بالندم. يا رب احفظنا من الندم، احفظنا كمان من النقم، واجعلنا دايما نستثمر النعم بجودك ومددك يا ذا الجود والكرم. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا دائما من أهل التوفيق ومن أهل المحبة والمودة يا رب العالمين.